الفصل الدراسي الحالي شارف على الانتهاء بعد أن بدأ وجهياً وما زال حتى هذه اللحظة بذات الآلية. تخلله قرار غير متوقع لوزارة التربية والتعليم يقضي بتقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 24 يوماً عن الموعد المحدد في التقويم المدرسي للعام الدراسي الحالي. فما هي الخطة للفصل الدراسي الثاني؟ هذا ما سنناقشه مع الأمين العام لوزارة التربية والتعليم بالشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات. صباح الخير وأهلاً وسهلاً بك. مساء صباحك ومساء صباح متابعين قناتك الكريمة. نعم، نبدأ بالوضع الوبائي في المدارس حتى هذه اللحظة. يعني دائما وأبدا نسأل الله السلامة للجميع ولأبنائنا الطلبة، ويعني تقريبا يعني حالات الإصابات في المدارس هي انعكاس للحالات الإصابة في المجتمع، فحينما ترتفع الحالات في المجتمع بالتأكيد ستنعكس على الإصابات في وزارة التربية والتعليم. لاحظنا انخفاض لخمس أيام ماضية في الإصابات عما وصلت إليه الإصابات في الأسبوع الماضي، حيث تقريبا وصلت في الأسبوع الماضي في أحد الأيام 2660 إصابة بين الطلبة، ثم عادت لتنخفض يعني تدريجيا، ولكن بالأمس عادت وارتفعت تقريبا إلى 1300 إصابة بين صفوف الطلبة. فبالتالي يعني هي الحالات يعني متذبذبة يعني بين ارتفاع وانخفاض بين زملائنا الطلبة وكذلك المعلمين. نعم دكتورة نجوى، ماذا عن الفصل الدراسي الثاني وأيضا دواب يوم السبت والأونلاين بشكل أو بآخر؟ يعني أعاد الناس لي السؤال حول ما جدوى العودة إلى الأونلاين تحديدا يوم السبت. يعني خلينا نكون إحنا صريحين جدا في هذا، لماذا اتخذنا هذا القرار. أولا أنت تعلمين أن يعني معدل الإصابات أخذ بالارتفاع عما كان عليه في بداية العام الدراسي، حيث حينما بدأنا في العام الدراسي كان معدل الإصابات لأول أسبوعين في شهر أيلول تقريبا 231 إصابة في اليوم، لترتفع تقريبا في نهاية شهر تشرين الثاني إلى معدل الإصابات 1200 إصابة، وأعتقد الآن إذا حسبنا الإصابات يعني تجاوزت 1800 في اليوم الواحد الإصابات، يعني الإصابات في تزايد. فكان لابد من أن تتخذ الوزارة قرار بتقديم الفصل الدراسي الأول لتخف حدة الزيادة في هذه الإصابات. نعم. وما تم هو يعني إعادة ترتيب لأيام الدوام، حيث تم نقل الأيام التي تم خفضها في الفصل الدراسي الأول إلى الفصل الدراسي الثاني، بحيث أصبح الفصل الدراسي الأول 92 يوم والفصل الدراسي الثاني 103، حين أنه كان في السابق العكس، كان الفصل الدراسي الثاني هو 91 يوم والفصل الدراسي الأول تقريبا يعني هو 105 أيام. فطبعا تعلمين أن الفصل الدراسي الثاني حينما نزيد عدد الأيام لا نستطيع الدخول لشهر 7 لبدء امتحانات الثانوية العامة، وامتحانات الثانوية العامة بالدورة الصيفية يشارك فيها الطلبة النظاميون، فبالتالي لابد من إنهاء طلبة التوجيه للمقررات قبل بدء امتحان الثانوية العامة. فحينما نقلنا الأيام يجب أن نحافظ على عدد أيام العام الدراسي 195 يوم، هذا حسب قانون التربية والتعليم المادة 40. فكان في عنا أربع أيام، يعني يا إما نقدم بدء الفصل الدراسي حتى ندخل في شهر كانون الثاني وندخل في فصل الشتاء وهذا غير مجدي، أو نؤخر الدوام حتى شهر تموز. فكان يعني من الضروري أن نحافظ على هذه الأيام ونضيفها إلى شهر 2، حيث هذا الشهر الذي سيكون فيه إتمام مادة الفصل الدراسي الأول الذي امتحن به الطلبة، ولكن بقي تقريبا وحدة دراسية أو بعض الدروس تم نقلها للفصل الدراسي الثاني. وضعت هذه الأيام أيام سبت، ويتخلل يعني هذه الأيام أيام سبت يعني مراجعات وأنشطة لا منهجية، يستطيع عفوا أنشطة إثرائية ولكن هي من ضمن المنهاج. نعم. يستطيع زملائنا المعلمون إعطائها للطلبة ومتابعة تأدية هذه الأنشطة في اليوم الذي يليه ويكون التعليم الوجاهي اللي هو يوم الأحد. نعم. ودكتورة، من وجهة نظركم أربع أيام في الأسبوع هي كافية لعودة الطلاب خلينا نقول الفاقد التعليمي الذي كان موجود؟ بعرفش إذا مسمى الفاقد التعليمي دقيق. لا لا لا،
لا لا عفوا يعني هي مش أربع أيام، هي أربع أيام كل شهر. لا 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 لا، هي فقط كان الفارق بعدد أيام العام الدراسي نعم. يعني أربع أيام أضفناها أيام سبت، مش أيام السبت راح تكون تعويض. نعم. هي الأيام متصلة مع أيام الدوام الرسمي. نعم. ولكن يعني هذه الأيام سيقوم المعلمون بإعطاء يعني واجبات وأنشطة إثرائية في هذه الأيام الأربعة، يعني معززة لما يتم تعلمه خلال الأسبوع، وليست هي لتعويض الفاقد، لأنه راح نبدأ بأول أسبوعين تعويض الوحدة الدراسية التي تبقت من الفصل الدراسي الأول يعني بشكل متواصل. يعني يعني أود أن أوضح أن هذه الأربع أيام هي تأتي خلال الفصل الدراسي، فهي مكملة للأسبوع الذي سبقها. نعم نعم دكتورة. أيضا أي بروتوكولات جديدة بالنسبة للمطاعم وأيضا بالنسبة للدوام سواء كان كامل أو بالتناوب؟ يعني سنستمر لحد الآن يعني بنفس البروتوكول الصحي الذي أعلناه سابقا، وهو 1 متر لكل طالب داخل الغرفة الصفية. المدارس التي تحقق ذلك دوامها يومي، والتي لا تحقق ذلك ستستمر بالتعليم بالتناوب، وزمن الحصة 30 دقيقة، وتم زيادة عدد الحصص لهذه المدارس. أما بالنسبة للمطاعيم بالتأكيد ستستأنف وزارة التربية والتعليم حملات التطعيم التي قد بدأت بها، علما بأن عدد الذين تلقوا المطعوم من خلال مراكز وزارة التربية أو مراكز وزارة الصحة بالتعاون مع خلية الأزمة بلغت 136,855، أي بما نسبته 11% من الفئة المستهدفة بتلقي المطاعيم تلقت جرعتين وجرعة واحدة، جرعة واحدة، أما جرعتين 102,635 طالب وطالبة. طبعا بالتأكيد يعني نحن نحرص على أن يتلقى أبنائنا المطاعيم حفاظا على سلامتهم. بلغ عدد أولياء الأمور الذين أعطوا موافقات خطية على أن يتلقى أبنائهم المطعوم حوالي 37,000 طالب، ومتوقع أن يزيد هذا العدد مع بداية الفصل الدراسي الثاني، حينما يدرك يعني أولياء الأمور أن أقران أبنائهم الذين تلقوا المطعوم في الفصل الدراسي الأول يتمتعون بصحة وعافية إن شاء الله تعالى. نعم. الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية دكتورة نجوى قبيلات، شكرا جزيلا لك.